السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويتخلى عليكم هذا رمضان بالصحة والهنا وراحة البال يا ربي، ويزول علينا هذا البلاء. مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم هو عبارة عن هاد الوريدات، نقدروا نستعملهم كبروش للملابس، وكذلك نزين بهم الكثير من الأشياء، كنعدلوهم من بقايا الجيلاتين، أي من أشياء بسيطة في متناول الجميع. أنا شاركت معكم فكرة وكل واحد يبدأ على طريقته. تابعوا معي الفيديو للأخير، ونتمنى لكم فرجة ممتعة. مع السلامة، إلى فيديو جديد.